بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 79. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء من لقاءات برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرني أن أعرض رسائل الإخوة المستمعين على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله. يسرني باسمكم أيها السادة أن أرحب بفضيلة شيخنا الشيخ صالح، شاكرا له استجابته وسائلا لله عز وجل أن يثيبه على تفضله بإجابة السادة المستمعين. فأهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيك. هذه الرسالة وردتنا من الرياض، يقول السائل فيها: نريد بيانا عن مشروعية الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة بها، لأننا نسمع من بعض الناس أن الصدقة بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، فنريد إيضاحا حولها، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن ذبح الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، وحتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن قدر على الاستدانة واستدان وضحى فهو أحسن. وذهب بعض العلماء إلى وجوبها لأنها شعيرة عظيمة. الله تعالى يقول: أصلي لربك وانحر، ويقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبيحة، التقرب إلى الله عز وجل بذبح الأضاحي والهدي يوم الأضحى وأيام التشريق، هذا من أفضل العبادات، وهو سنة مؤكدة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها في هذه الأيام، لأن ذبحها يشتمل على الصدقة بلحمها وعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبحها، وفيه إحياء لسنة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفيه اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التفريط في هذه الشعيرة العظيمة. والصدقة لها مجال آخر، الصدقة مشروعة في كل وقت، أما الأضحية فإنها مشروعة في هذه الأيام فقط، فلا ينبغي تفويتها. نعم. حتى بالنسبة لمن كان حاجاً فضيلة الشيخ، هل له أن يضحي؟ وإن كان لا يلزمه الهدي، هل له أن يهدي؟ الذي يهدي يكفي هديه عن الأضحية، لأن المطلوب منه أن يذبح في هذه الأيام ويتقرب إلى الله، وإذا ذبح الهدي فإنه يكفيه عن ذبح الأضحية، إلا أنه ينبغي أن يكون في بيته أضحية، حتى ولو حج وأهدى إنه ينبغي أن يكون في بيته وعند أولاده أضحية عملا بالسنة، ولتعود بركاتها على أهل بيته. وكذلك من لم يكن عليه هدي واجب لتمتع أو قران، فإنه يستحب له ذبح الهدي ليشارك المسلمين في التقرب إلى الله بالذبح في هذه الأيام. نعم. جزاكم الله خيرا. بعض الناس يتحرج من ذبح الأضحية بسبب ما يشرع له من الامتناع في العشر، كما هو معروف من قص الشعر والظفر، فيقول: إذا كانت الأضحية ستمنعني من التزين للعيد ومن مثلا قص الأظافر أو شيء من هذا، والنساء كذلك من مشت شعورهن، فإنهم يتركون الأضحية، فهل لهم ذلك؟ هم لهم ذلك، الأضحية ليست واجبة. نعم. ولكن إذا تركوها فاتهم أجر عظيم، فاتهم أجر عظيم، وهذا ينقص من ثوابهم، وهم بحاجة
إلى العبادة وبحاجة إلى الأجر، ولا ينبغي للإنسان أن يترك الأضحية من أجل أنه يؤمر بالامتناع من أخذ شعره وبشرته وأظافره، فإن هذا لا يكلفه شيئا وهي أيام قليلة، ولا يشق عليه ترك هذه الأشياء في أيام العشر، مع العلم بأنه يمكنه أن يأخذ هذه الأشياء قبل دخول شهر ذي الحجة، فلا يكون به حاجة إلى أخذها في عشر ذي الحجة، فهذا عذر ليس بوجيه. جزاكم الله خيرا. من الرياض أيضا أرسلت المرسلة فألف ميم رسالة طويلة فيها عدد من الأسئلة، تقول في أولها بأنها تعاني وتشتكي من كثرة الشكوك أثناء تسبيحها وقراءة القرآن، وتضطرب نفسها وتكثر عليها الهواجس والخواطر في بعض المسائل الغيبية، فتخشى أن ينزل بها الموت وهي في هذه الحالة من الشكوك، وتخشى أن يعني تبتلى بسوء الخاتمة، وترجو منكم يا فضيلة الشيخ توجيهها إلى كيفية الابتعاد عن هذه الشكوك. هناك فرق بين الشكوك والوساوس. قد يكون الإنسان ليس عنده شكوك ومتيقن بدينه وإيمانه، ولكن تأتيه وساوس من الشيطان وحديث النفس، وهذا لا يضره، هذا لا يضره، لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. وهذا قد يكون هذه الوساوس دليلا على الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله أنه يأتيه حالات يحب أن يخر من السماء ولا يفكر فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكونه يكره هذه الوساوس ويخاف منها هذا دليل على إيمانه وبغضه لها، ألا تضره والحمد لله. أما الشكوك والعياذ بالله، إذا كان في قلبه شك وهو متردد، فهذا كفر، الذي يشك في قلبه بالإيمان هذا كفر صريح والعياذ بالله. فهناك فرق بين الشك والوسواس. نعم، بارك الله فيكم. أيضا لهذه السائلة سؤال آخر، تقول سمعت حديثا بأنه لا سنة بعد الإقامة، فهل هذا خاص بالرجال لأنهم يصلون في جماعة، أم أيضا يجب على النساء أن يمتنعن عنه إذا سمعنا الإقامة؟ تقول غالبا ما أكون في السنة الراتبة أو تقام الصلاة فأصلي السنة الراتبة ثم أصلي الفريضة، فماذا تقولون في هذه المسألة؟ النهي عن النافلة بعد الإقامة يختص بمن يريد أن يصلي مع الإمام من رجال ونساء، أما من لا يصلي مع الإمام من النساء في البيوت فليس عليهن حرج في أن يتنفلن قبل الصلاة ولو أقيمت الصلاة في المساجد، لأن هذا من خصائص الجماعة، من خصائص صلاة الجماعة، وهن لسنا من أهل الجماعة لأنهن يصلين في بيوتهن، فلا يتناولهن النهي عن التنفل بعد الإقامة، فلهن أن يتنفلن قبل الصلاة في بيوتهن قبل الصلاة ويصلين بعد ذلك. نعم، أثابكم الله. فيه أمر شبيه بما أثرته هذه السائلة فضيلة شيخنا، وهو أن بعض النساء ينتظرن حتى تقضى الصلاة، صلاة الجماعة في المسجد المجاور لهن، ثم يصلين. المرأة لا تتقيد بوقت في أداء صلاتها في بيتها، بل إذا دخل الوقت فلها أن تصلي متى شاءت، وكلما بادرت فهو أحسن، كلما بادرت بأداء الصلاة فهو أحسن، لأن أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، ولها أن تؤخرها. أما أن تتقيد بصلاة الإمام ولا تصلي حتى ينتهي فهذا لا أصل له، فهي معفية من التقيد بالإمام، بل إذا دخل الوقت فإنها تصلي متى شاءت، ولكن كل ما بادرت فهو أفضل. نعم، أثابكم الله. تقول نسمع أن المرأة تصلي في بيتها الجمعة ظهرا، فهل تطبق أحكام الجمعة أم الظهر بما فيما يتعلق بالسنن القبلية والبعدية؟ المرأة إذا صلت في بيتها ظهرا فإنها تطبق أحكام الظهر، وتصلي قبلها، تصلي الراتبة قبلها وتصلي الراتبة التي بعدها. وأما إذا صلت الجمعة مع الإمام وحضرت الجمعة مع الإمام في المسجد، صلت خلف الرجال في المسجد، فإنها تأخذ حكم الجمعة. نعم، بارك الله فيكم.
هل يلزم المرأة إذا أرادت أن تضع الحناء على رأسها أن تكون على طهارة لأنه يمكث مدة على رأسها؟ أفيدنا أفادكم الله. لا يتقيد بذلك، فلها أن تضع الحناء على رأسها متى شاءت، ولا علاقة لوضع الحناء بالطهارة، تضعه على رأسها للحاجة وتتوضأ وتمسح عليه، وإذا اغتسلت تفيض الماء عليه، ولا علاقة له بالطهارة لا قبله ولا بعده. نعم. أثابكم الله. تقول أيضا بأن عندها إخوة إذا نصحتهم في شيء من أمور الدين كالصلاة وغيرها استهزأوا بالدين، هل تستمر في نصحهم ولو استهزأوا بالدين ولا يلحقها إثم، أم تترك نصحهم لئلا يستهزئوا بالدين؟ الواجب عليها أن تنصحهم وأن تنكر عليهم، هذا واجبها، وأما كونهم يستهزئون بالدين فهذا إثمه عليهم، والاستهزاء بالدين ردة عن دين الإسلام والعياذ بالله. من استهزأ بالدين فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، لقوله سبحانه وتعالى قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنت تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. دل على أن الذي يستهزئ بالدين أو بشيء من الدين حتى لو استهزأ بشيء من السنن والمستحبات وسخر منه فإنه يكون كافرا بالله عز وجل ومرتدا عن دين الإسلام. نعم. بارك الله فيكم. تقول هذه السائلة أيضا قرأت كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يلزمني الابتداء تماما بهذه الصلاة؟ لأن هناك أشياء لا أستطيع فعلها كالجلسة بين السجدتين مثلا، فهل تكون صلاتي تامة أم لا؟ أفيدني أفادكم الله. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به كتكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة والركوع والسجود والتشهد الأخير والجلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والطمأنينة في جميع الأركان، والقيام مع القدرة قبل الركوع، كل هذه أركان. ومن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة ما هو من الواجبات كالتكبيرات، تكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده، الرفع من الركوع، هذه من الواجبات. كذلك الجلوس بين السجدتين، الجلوس التشهد الأول، أما الجلوس بين السجدتين فهذا من الأركان، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه هذا من الأركان، وأما الجلوس في التشهد الأول فهذا من الواجبات. وهناك سنن الصلاة وهي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام والاستعاذة وقول بسم الله الرحمن الرحيم، وقراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، والإشارة بالسبابة في التشهد، وعقد الخنصر والبنصر من اليد اليمنى في حالة الجلوس للتشهد، وتحليق الإبهام مع الوسطى لأصابع اليمنى، هذه من سنن الأفعال في الصلاة. فالذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو قاله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، إما ركن وإما واجب وإما سنة، والتفصيل في هذا يرجع فيه إلى كلام أهل العلم. ما كل ما قرأت في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كله واجب، بل فيه هذا التفصيل. نعم. هي أشارت إلى عجزها عن الجلسة بين السجدتين، لا أدري ما وجه العجز، فإذا كانت تعجز عن الجلوس إذا عجزت عن شيء من هذه الأفعال فإنه يسقط عنها، مثل من عجز عن القيام فإنه يصلي جالسا، قوله صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن عجز عن ركن أو واجب فإنه يسقط عنه. نعم. ويفعل ما يستطيع. نعم. بارك الله فيكم. تقول السائلة أيضا سمعنا أثرا هو طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، فهل هذا حديث وهل هو صحيح ونريد معناه بإيجاز؟ نعم، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يحضرني الآن معرفة درجته من الصحة أو عدمها. وطوبى والله أعلم هي الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم رغب المسلم في أن ينظر في عيوب نفسه فيصلحها ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن لا ينشغل بعيوب الناس وينظر إلى الناس ولا ينظر إلى نفسه، هذا هو المعنى والله أعلم. نعم. أثابكم الله. تسأل أيضا يا فضيلة الشيخ عما يقال بعد قراءة قول الله تعالى في سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين، وجملة وأنا على ذلك من الشاهدين، فهل
أثر بهذا شيء في دون إفادة القبور؟ نعم، ورد في هذا أنه إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين من آخر سورة التين أنه يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم تكلموا في إسناده. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من عين حاء عين من الأنبار. يقول السائل فيها: امرأة توفيت منذ زمن بعيد ولها بنت واحدة، ودفنت هذه المرأة في أرض أصابها غرق بسبب سد أقيم قريبا منها، لم تكن ابنتها تملك في حالة مجيء الماء القدرة على نقل القبر، ولا تملك مالا لفعل ذلك، ولم تجد من يفعل لها ذلك. ثم جاء للمرأة المتوفية إرث، فأدي عنها فريضة الحج ولم ينقل قبرها، فهل على بنتها إثم؟ ونريد التوجيه في هذه المسألة. لا شك أنه يجب احترام قبور المسلمين والعناية بها، كف الأذى عنها بتسويرها بسور يحفظها، ويحرم القعود عليها والمشي عليها، وأن تهان، كل هذا حرام، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإساءة إلى المقابر بأي فعل من الأفعال. وما ذكرته السائلة من أن قبر أمها غرق بالماء وتسلطت عليه المياه، وأنه بحاجة إلى النقل ولكنها لم تتمكن من ذلك، وأنه جاءها مال بعد ذلك لكنها حجت به عن أمها ولم تنقل قبرها. الحج صحيح إن شاء الله ويرجى وصول ثوابه، ولكن مهما أمكنها أن تنقل قبر أمها أو تنقل أمها من قبرها إلى مكان آخر مع مقابر المسلمين البعيدة عن المياه، فإنها تفعل ذلك مهما أمكنها ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل يا فضيلة الشيخ عن الفرق بين مناسك الحج أو أنساك الحج، حيث يسمع القران والإفراد والتمتع، ويريد أن يعرف الفرق بينها وأيها أفضل لمن لم يحج ولمن حج مرات كثيرة. القران معناه أن يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات، أو أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في طواف العمرة، ويأتي لهما بطواف واحد وسعي واحد، ويجب عليه ذبح الهدي يوم النحر أو الأيام التي بعده من أيام التشريق. هذا هو القران، بمعنى أنه قرن بين نسكين وأدى لهما طوافا واحدا وسعيا واحدا، وبقي على إحرامه إلى أن يحل منه بأفعال المناسك يوم العيد من رمي لجمرة العقبة وحلق للرأس أو تقصير، طواف للإفاضة إذا لم يكن طاف مع طواف للإفاضة، نعم طواف للإفاضة يوم العيد أو الأيام التي بعده، والسعي بعد الطواف إذا لم يكن سعى بعد طواف القدوم. هذا الذي تلخص في نسك القران. وأما التمتع فمعناه أن يحرم بالعمرة، أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يؤديها بطواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير، ثم يتحلل منها ويعود حلالا كما كان قبل الإحرام، ثم يحرم بالحج من عامه إذا جاءت أيام الحج يوم التروية أو قبل نهاية الوقوف بعرفة، ثم يؤدي مناسك الحج، ويجب عليه الهدي إذا كان من غير حاضر المسجد الحرام، فيكون أدى عمرة أولا ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، أدى العمرة على حدة وأدى الحج على حدة في عام واحد، هذا هو المتمتع. نعم. والمفرد؟ أما المفرد فهو الذي يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى أن يؤدي مناسك الحج يوم العيد، وليس عليه فدية، هذا هو المفرد الذي أفرد نسكا واحدا وهو الحج، ولم ينوي عمرة مع الحج، هذا هو المفرد. نعم. بارك الله فيكم. وهل يستطيع الحاج إذا أحرم مثلا
بالعمرة والحج من الميقات ثم بدا له بعد الطواف والسعي أن يتحلل، هل يستطيع أن يتحلل؟ له أن يفسخ الإفراد إلى تمتع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أحرموا قارنين أو مفردين أن يتحللوا من إحرامهم بعدما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة، أن يتحللوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، يعني يتحولوا إلى تمتع. وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. بارك الله فيكم. بقي في سؤال السائل: أيها أفضل بالنسبة لمن لم يحج هذه الأنساك الثلاثة وبالنسبة لمن حج مرات كثيرة؟ الأفضل من هذه الأنساك الثلاثة تمتع ثم القران ثم الإفراد، هذا هو الأفضل مطلقا بالنسبة لمن سبق له الحج وبالنسبة لمن لم يسبق له الحج. الأفضل له التمتع ثم القران ثم الإفراد. بارك الله فيكم. وبعض الحجاج قد يعجزون عن دفع قيمة الهدي فيحرمون بالإفراد، ثم إذا أنهوا حجهم جاءوا بعمرة. لا حرج في ذلك، إذا فعلوا هذا فلا حرج عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم بعدما فرغوا من أعمال الحج لما طلبت ذلك وألحت، دل على أنه لا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج، لكن يأتي بها من الحل، يعني يخرج إلى الحل إما إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى عرفة أو إلى موضع خارج الأميال أميال الحرم ويحرم بعمرة. نعم، أثابكم الله. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استمعتم فيها إلى إجابات فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا عنا وعنكم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وهذا المهندس أحمد بن عبد الله الغامدي يحييكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة.